بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في قناة أخبار عاجلة، أهلا بكم من جديد. أول تعليق لخفير أجيري على خسارة المنتخب من جنوب أفريقيا، والجبلاء يجد أزمة في الإطاحة به. تحدث المكسيكي خفير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عقب خسارة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا والخروج من بطولة أمم أفريقيا، وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: المباراة كانت مفتوحة وكان هناك فرص لكلا الفريقين، ولكن جنوب أفريقيا نجح في إحراز الهدف والفوز بالمباراة، وكانت هناك محاولات لإحراز الأهداف، وفريق جنوب أفريقيا جيد للغاية وخط دفاعه كان قويا للغاية، وهو ما تسبب في خسارتنا للمباراة وفوز المنافس. وواصل حديثه قائلا: لهذه اللحظة أنا فخور باللاعبين وبأدائهم وباختيارهم، وفي المباريات الثلاث الأولى لم يكن لي أي تعليق، وأنا راضي على المستوى الذي ظهرنا عليه، والفارق الوحيد بيننا وبين جنوب أفريقيا في اللقاء هو الهدف الذي سجلوه. وفي أول رد فعل له على هذه النتيجة، يدرس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الإطاحة بخفير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بعد الهزيمة بهدف نظيف من جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، ويواجه مجلس الجبلية أزمة في إقالة خفير أجيري، وهي الشرط الجزائي الكبير في عقده والبالغ 120 ألف دولار إذا تم فسخ العقد بدون تراضي بين الطرفين. ويبحث مجلس الجبلية عن مخرج لأزمة دفع الشرط الجزائي لخفير أجيري وإقناعه بالتنازل عنه أو الوصول إلى حل وسط بين الطرفين. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.